وبدأنا التحدي، وده أول يوم معانا، ومعانا محافظة البحيرة. محافظة البحيرة مساحتها الكلية 9826 كيلو متر مربع. تاريخ تأسيسها كان 19 سبتمبر 1807، وده كان ذكرى انتصار رشيد أو أهل رشيد على الإنجليز. عاصمة البحيرة وهي مدينة دمنهور. البحيرة من حيث بقى المعالم الأثرية والأماكن المشهورة بيها، احنا فيها حاجات كتير، بس احنا هنركز على ثلاث مناطق: رشيد، دمنهور، وادي النطرون. بالنسبة لرشيد ففيها قلعة قيتبي الذي بناها السلطان الأشرف ابن النصر قيتبي في أواخر دولة المماليك. تاني حاجة في رشيد وهي متحف رشيد، وده بيرجع تاريخ بنائه إلى القرن الـ18. وفي رشيد أيضا القناطر الخيرية، بس مش بتاعة الأليوبية، لا، القناطر الخيرية تابعة لقرية إدفينا، وأيضا الجامع الحلبي وقصر الملك فاروق بإدفينا. اما بقى بالنسبه لدمنهور ففيها دار الاوبرا المصريه، ودي بيكون نادر جدا ان هي بتوجد في محافظات تانية غير القاهره، ولكن هي موجوده في دمنهور. وايضا مسجد الحبشي، وده بينسب للصحابي سالم الحبشي، وايضا كمان مكتبه مصر العامه. وطبعا اماكن تانية كتير، بس انا مش هقدر اختصرها في فيديو مدته دقيقه او دقيقتين. اما بالنسبه لوادي النطرون ففيها ديار اهمها دير الانبا بشوي، ودير براموس، ودير السريان، ودير ابو مقار. دي كانت وادي النطرون، طبعا فيها حاجات كتير برضو، احنا مركز على الحاجات المهمة، ودول كانوا الثلاث مناطق اللي احنا مركزين عليهم. ولكن في حاجات تانية اكتر، زي محطة العطف الكهربائية اللي موجودة في المحمودية، ودي كانت زمان كانت بيتم ادارتها بالفحم، وكمان ملاحات ايدكو، وكمان البحيرة فيها تلال اثرية كتير معظمها يوجد بها اثار، المجمل بتاعهم 186 تل موجودين في البحيرة. تضم البحيرة 15 مركز و16 مدينة. أما النقطة الثانية المهمة معانا وهي المشاهير أو الناس المشهورة جدا في البحيرة، وهم أولهم الدكتور أحمد زويل، ثانيهم الشيخ عبد الحميد كشك، وثالثهم الكابتن حسن شحاتة، ورابعهم الفنانة قديرة عبلة كامل، وخامسهم أدهم الشرقاوي، وطبعا كلنا عارفين مين أدهم الشرقاوي، وسادسهم محمد بن عبد الله الخرشي، وده كان أول شيخ أظهر، وده كان اول يوم في التحدي. لو انت من البحيره وعجبتك المعلومات اللي انا اتكلمت فيها ما تنساش تعمل لي لايك، ولو انت مش من البحيره اعمل لي فولو، عشان في محافظات تانية كتير جايه. احنا هنتكلم في التحدي على مدى 27 يوم، هنتكلم عن كل محافظات مصر.